السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نجدد معكم اللقاء في برنامج الطريق إلى الألفة. في التاريخ نماذج مشرقة وأخرى مظلمة من التاريخ في التعامل مع المخالف. ما الفائدة من ذكر النماذج المشرقة وما الفائدة من ذكر النماذج المظلمة؟ سنقف مع بعض النماذج المشرقة وبعض النماذج المظلمة، وهل فعل بعض السلف حجة على البعض الآخر؟ وكلام الأقران في العصر الواحد فيما بينهم من خلاف، هل يروى أم يطوى؟ وغيرها من المسائل سنتعرف عليها في برنامجنا الطريق إلى الألفة بصحبة الدكتور عبد الفتاح قديش. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى الألفة. حياكم الله، ونحن في هذا البرنامج بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي حفظكم الله، فأهلا وسهلا بكم مجددا. يا مرحبا بكم بأعزائنا المشاهدين. حياكم الله دكتور. كان الحديث في الحلقة السابقة والتي انتهينا منها عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف، وذكرتم نماذج جميلة في ذلك من أجل أن نعتبر ونتعظ ونقتدي ونهتدي. وبقي أمر مهم جدا في الشريعة الإسلامية نود أن توضحوا لنا، وهو هل الشدة والهجر للمخالف تتفق مع المنهج الشرعي أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من خلال النماذج النبوية التي ذكرناها في الحلقات السابقة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين واليهود والمنافقين وأهل المعصية وأهل الجهل وأهل البدع، يتبين لنا أن الشدة والهجر ليست من المنهج الشرعي أبدا. ومع ذلك هناك أدلة تفصيلية تبين أن الشدة والهجر ليست من المنهج الشرعي وليست من المنهج النبوي. مثلا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة: لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام، ثلاث ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ في السلام. رواية أخرى عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كقتله، يعني إثم من يهجر أخاه المسلم سنة كاملة كأنه ارتكب إثم قتله، إثم القتل كبير جدا جدا، يعني الهجر جداً على أي أمر كان، أي اختلاف كان. نعم، في أمور الدين والدنيا، في أمور الدين والدنيا، هذا هو الحديث، يعني عام. الأصل الأخوة بين المسلمين بلا شك ولا ريب، حتى أنه ابن الوزير الإمام بن الوزير اليماني يقول: أجمع أهل العلم على أنه يحرم على المسلم أن يهجر أخاه المسلم. كان هناك احتقام في النفوس، فالحد الأعلى هو ثلاثة أيام، الزيادة على ثلاثة أيام لا تجوز أبدا. هذا بالنسبة للهجر. بالنسبة للشدة، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا تحصى، منها ما ذكرنا من النماذج، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الهين اللين السهل إلى آخره. يعني هناك أحاديث كثيرة تنهى عن الهجر، وأحاديث كثيرة تنهى عن الشدة، ويعني هي مواضع يسيرة جدا بحدود ضيقة جدا وبشروط ضيقة جدا التي ممكن أن يستعمل فيها الشدة وكذا الهجر. جميل. أصلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فما الجواب؟ يقولون احنا نهجر مثل ما رسول الله هجر. النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثلاثة بعدما تابوا، ولا يمكن أن يقول أحد الآن أننا نهجر أحد بعد توبته. معروف من خلال الحديث الذي فيه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم بعدما تابوا. لا يمكن أحد أن يقول يجوز لنا أن نهجر أحد بعدما تاب. لكن طيب، لماذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تابوا؟ لأنه يريد أن يكفر عنهم هذا الذنب بهذه الهجرة بأمر إلهي. قد يقول قائل أيضا إضافة إلى ذلك: طيب، جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدثت أي امرأة من زوجاته شيئا يخالف الشريعة كان يهجرها. المقصود يهجرها هنا أي يهجرها في الفراش، مش يهجرها يعني يقاطعها، يعني لا يسلم عليها ولا يذهب إليها، لا، يهجرها في الفراش عقابا لها إذا ارتكبت شيء خالف الشريعة، حتى تعود
إلى ذلك. أما الهجر بمعنى عدم السلام وعدم الكلام وعدم التواصل فهذا منهي عنه تماما بين المسلمين، إلا إذا كان هناك احتقان في النفوس مسموح إلى 3 أيام، وحتى 3 أيام هي خلاف الأولى. قد نرى أن هذه معضلة، يعني الناس الآن واقعنا المعاصر، يعني كثير من الناس هكذا يتعامل، لا يمكن يكلم، قد يكون حتى أبناء عمومة وإخوان ويتهاجرون إلى سنين، نسأل الله السلام والعافية. طيب قد يستدل البعض على الهجر والشدة في التعامل مع المخالف بمواقف وردت عن بعض السلف، هل تؤيد ذلك أو مواقف تؤيد ذلك بالهجر والشدة؟ فما قولكم ببيان ذلك؟ نعم، هناك نماذج كثيرة لعله يأتي الحديث عن بعضها، عن بعض السلف من استخدام الشدة والعنف والهجر والغلظة مع المخالف وسوء التعامل مع المخالف في الفكر والعقيدة. لكن في المقابل هناك نماذج وأمثلة عن السلف في حسن التعامل والتواصل والرفق واللين والرحمة مع المخالف، فلما نستدل بهؤلاء الذين يستخدمون العنف والشدة والهجر ولا نستدل بأولئك الذين يستخدمون الرحمة والرفق واللين والتواصل؟ يعني الأولى الاقتداء بالمنهج، مع أن هؤلاء الذين هم يستخدمون اللين والرفق فعلهم يتوافق مع الشريعة، مع الأحاديث، مع الآيات، مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يأمرون بالغلظة والهجر فعلهم يتنافى مع الهدي النبوي، فلما نستدل ببعض على بعض والحجة مع البعض الآخر الذي يأمر باللين والرفق وحسن المعاملة؟ جميل، هل هناك نماذج أم ننتقل إلى موضوع آخر يفيدنا في طريق الألفة؟ سيأتي ذكر النماذج في محلها إن شاء الله. جميل، سؤال تفضل. هناك نماذج مشرقة وأخرى مظلمة من التاريخ في التعامل مع المخالف، هل تتكرمون علينا بذكر نماذج من التاريخ في حسن التعامل مع المخالف وفي سوء التعامل مع المخالف؟ طبعا في الحلقات الماضية ذكرتم أن هدي النبي صلى الله في تعامله صلى الله عليه وسلم، هل السلف الصالح اقتدوا برسول الله في حسن التعامل مع المخالف أم أن كل يعني خرج عن منهج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، هناك من اقتدى به وهم كثر، وهناك من لم يقتدي وهم طائفة، ونقتدي بمن اقتدى بالهدي النبوي لا بمن خالف الهدي. هذا الأولى. نعم، نعم بلا شك. نذكر بعض النماذج السريعة في النماذج أولا المشرقة في التعامل مع المخالف، ثم في النماذج المظلمة لأجل أن نتركها، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. مثلا سيدنا علي رضي الله عنه حصل في زمانه أن خرج أهل الجمل عليه في قصة مشهورة في التاريخ، وحصل حتى معركة الجمل المشهورة في خلافة سيدنا علي. نعم، لما تولى سيدنا علي حصل أنه خرج طلحة والزبير وطائفة من الصحابة، في قصة طويلة لا يتسع المقام لذكرها، لكن الشاهد موقف سيدنا علي عندما انتهت المعركة ووجد القتلى جعل يبكي عليهم، يبكي يفرح على القتلى الذين كانوا يقاتلونه، يبكي عليهم. هذه واحدة. ثانيا كان يقول لأصحابه كفوا أيديكم عنهم وكفوا ألسنتكم عنهم. الثالثة أنه لما كان يبكي عليهم قالوا لك كيف تبكي عليهم وأنت قاتلتهم؟ قال أرجو للصادق منا ومنهم الجنة. منه ومنه، أيوه، من كان فعلا صادق يريد وجه الله. هذا مع من؟ مع أهل الجمل. مع الخوارج أيضا كان تعامله جدا راقي. لما خرج الخوارج على سيدنا علي رضي الله عنه أول خطوة أرسل ابن عباس يحاورهم، ورجع آلاف منهم، ثم حاورهم هو ورجع آلاف منهم، ثم حتى بعدما لم يرجع البقية لم يقاتلهم حتى بدأوا هم بالقتال، وكانوا يتجرؤون يدخلون الكوفة فيكفرون سيدنا علي أمام الناس علنا، بل في الخطبة. سيدنا علي هو في خطبة الجمعة يقوم بعضهم الخوارج في المسجد في الكوفة يقولون يا علي حكمت الرجال، كفرت بالله، فيقول كلمة حق أريد بها باطل، حتى كان يقول لهم احنا حكمنا الرجال تحكمنا بكتاب الله، الكتاب الله ما يحكم بذاته، يحتاج رجال يحكمونه به. مثلا هذا نموذج عن سيدنا علي في تعامله مع الخوارج وفي تعامله مع أهل الجمل. مثلا هناك أحد الشيعة، مثال آخر، يعني هناك أحد الشيعة كان يقال له يعقوب المظلومي، هذا كان الإمام أحمد يتلقى العلم عنده وهو شيعي، والإمام ابن معين يتلقى العلم عنده وهو شيعي، فيلومونه الإمام أحمد والإمام ابن معين، هؤلاء يدرسون عنده وهم من أهل السنة، هذا شيعي، فبعض الناس يلومونهم
فيقولون تلوموننا على شخص يحب آل بيت رسول الله، لأن يخر من السماء أهون عنده من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم جاءوا نعم جاءوا إلى اعتبار صدقه وضبطه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن بعض أفكاره التي يختلفون معه فيها. مثال آخر، الإمام عطاء بن أبي رباح كان يحضر مجلسه ناس ممن يسمون بأهل البدع، يعني عندهم مخالفات له في أفكارهم، وكان يحضرون مجلسه وكان يتبسط معهم ويحسن معاملتهم، فيحكي له بعض المحبين يقولون نحن لا نقبلهم في مجالسنا ونغلظ عليهم إن جاءوا مجالسنا. قال أنتم خالفتم قول الله وقولوا للناس حسنا، الله يقول وقولوا للناس حسنا. قال الناس، يقول عطاء لهذا المعترض، يقول الناس تشمل حتى اليهود والنصارى وغير المسلمين، فمن باب أولى أهل الإسلام. جميل. إذا بقي بعض النماذج بعد الفاصل، إن الوقت داهمنا ولأن الحديث شيق يأخذ الوقت علينا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نستكمل ما بقي من هذه النماذج مع فضيلة الدكتور عبد الفتاح بعد الفاصل. فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج الطريق إلى الألفة، وقد تحدثنا الشيخ عن نماذج مشرقة من السلف الصالح في التعامل مع المخالفين، وقطعنا الحديث، كنتم أسهبتم في بيان بعض النماذج، ونود أن تحدثونا أكثر عن ذلك، فتكرموا بذلك حياتي. نعم، النماذج المشرقة كثيرة وهي الأصل، وسنذكر نماذج أخرى مظلمة لأجل الاجتناب. مثلا ما زال في النماذج المشرقة ما بين الأشعرية والحنبلية، يقول الإمام بن عساكر قال ما زال الحنابلة والأشاعرة يعتضد بعضهم ببعض حتى حصلت فتنة ابن القشيري. سنذكر فتنة ابن القشيري في النماذج المظلمة. ويقول ابن تيمية رحمه الله نفس الكلام، ما زالت الأشاعرة تعتضد بالحنابلة والحنابلة تعتضد بالأشاعرة على أهل البدع حتى حصلت فتنة ابن القشيري. ويقول ابن تيمية أيضا ما زلت أسعى وأنا من أكثر الناس سعيا لتأليف القلوب بين الحنابلة والأشاعرة، وقد اجتمعت الكلمة يقول هو بسببه في, في, في زمنه. قال فحمد الناس الله عز وجل على اجتماع كلمة المسلمين. فإذا حصل بعدين في مراحل متأخرة إشكالات بين الأشاعرة والحنابلة، لكن كانوا في أول الأمر متعاونين متعاضدين متآلفين، يعني وهذا هو الأصل المذاهب كلهم مع كل المسلمين أصلا، ونستبحث عن الأمن والأمان والألفة. نعم، نعم. فبعض الناس ربما يستدل بمواقف متأخرة في بعض الشحنة والبغضاء ولا يستدل بالأصل، وأيضا الأصل هو الإسلام وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك الإمام أبو الحسن التميمي وأبو الفضل التميمي الحنبلية من كبار علماء الحنابلة، مع الإمام الباقلاني اللي هو من كبار علماء الأشاعرة، كان بينهم حسن صلة وتواصل، وكانوا يمدحونه التميميان الحنبليان. لما توفي ذهبوا في جنازته وقاموا يذكرون للناس فضائله، وقالوا هذا ناصر السنة وإمام المسلمين. عجيب. يعني حنبليان يقولان عن الباقلاني الأشعري وهما من أئمة الحنابلة في الجنازة أمام الناس، أيها الناس مات ناصر السنة وإمام المسلمين. لو سألت بعض المتشددين الآن عن الإمام الباقلاني لقام يسب ويشتم ويبدع ويضلل. أيضا أمر مهم كان سائد في الأزمنة السابقة وكلما تأخر الزمان كلما قل، وهو أن يتلقى الطوائف العلم بعضهم عن بعض. جميل. لما تنظر في كتب الأمهات الست ستجد مئات الرواه ممن يطلق عليهم أنهم أهل بدع، وهم موجودين في رجال الأمهات الست وبل في رجال البخاري ومسلم. وكان هذا الأمر سائد جدا، تجد مثلا أناس من طوائف مختلفة يتلقون العلم عند شيخ مثلا من أهل الحديث، من طوائف مختلفة يتلقون العلم عند شخص ممن ينسب إلى المعتزلة أحيانا، ممن ينسب إلى التشيع أحيانا، ممن ينسب إلى الإرجاء أحيانا، من ينسب إلى طوائف مختلفة. وهؤلاء الطلبة يبحثون عن ماذا؟ نعم. عن العلم. عن العلم. عن العلم. وحتى إذا كان عنده بعض السلبيات والأخطاء خذ ما صفى ودع ما كدر. قصدي هذا الأمر كان سائد في ذاك الزمان، الطائفة هذه تطلب العلم عند شخص من طائفة أخرى، الطائفة تلك تطلب العلم عند شخص من طائفة مخالفة. ما كان مثل ما هو احتقان في زماننا هذا، ما حد يطلب العلم إلا عند شخص من طائفته فقط، وإلا عندئذ تقام عليه القائمة. يسمى هذا إيش؟ عنصرية.
تعصب، انغلاق، ضيق أفق، تشدد، تنطع، سميه ما يأخذ إلا عن مذهبي فقط. نعم، هذه نماذج من الصور المشرقة من التاريخ الإسلامي. طيب، هل تحدث عن نماذج مظلمة؟ نعم، من أجل كما قلتم يعني لنهتدي ونأخذ العبرة والعظة. نعم، هناك نماذج مظلمة ناس يستدلون بها، فنذكر بعضها ونقول لهم لا يجوز الاستدلال بها وإن حصلت، لأنها مخالفة للهدي النبوي ومخالفة لنهج عامة السلف الذين يتعاملون التعامل الآخر. مثلا من هذه النماذج المظلمة الإمام البخاري، إمام مشهور، وهناك إمام في زمانه اسمه محمد بن يحيى الذهلي، إمام أيضا مشهور من أئمة الحديث. الإمام البخاري عادته كان يرحل بين البلدان أولا في أول أمره لطلب الحديث، ثم في آخر حياته لنشر الحديث وإملاء الحديث. دخل نيسابور، محمد بن يحيى الذهلي في أول الأمر قال لطلبته ولأهل نيسابور اذهبوا فاستقبلوا هذا الإمام. ذهب الناس عن آخرهم لاستقباله ورموا عليه اللوز والسكر والورود والدراهم والدنانير فرحا بقدومه. بدأ يعقد مجلس إملاء الحديث، كل الناس حضروا عنده وخلى مجلس محمد بن يحيى الذهلي ولم يبقى معه إلا بعدد الأصابع. جاء الشيطان هنا، طلب الذهلي، نعم طلب الذهلي من أحد تلاميذه أن يذهب إلى البخاري ويسأله بعد ما ينتهي مجلس الإملاء عن لفظي بالقرآن مخلوق، إيش قوله في هذه العبارة. البخاري خلص الإملاء في مجلسه، قام هذا الطالب قال عندي سؤال يا شيخ. قال تفضل. قال ما تقول في من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام البخاري سكت، أعاد عليه السؤال، سكت، أعاد عليه السؤال. قال له الإمام البخاري يا هذا، إن امتحان الناس في عقائدهم بدعة. الشاهد قعد لنا قاعدة يجب أن نعتبرها أمام عيوننا دائما، امتحان الناس في عقائدهم بدعة. ما تجي تقول لا، ماذا تقول، ما عقيدتك وما كذا، خلاص مسلم، مسلم يقول يا الله محمد رسول الله يكفينا، تدخل معه في تفاصيل تمتحنه في عقيدته. لكن مع ذلك إيش قال البخاري؟ قال وقد أدركنا مشائخنا على أن أفعال العباد مخلوقة وتلفظنا بالقرآن من أفعالنا المخلوقة. طيب، ذهب التلميذ إلى عند الذهلي، قال له يقول لك البخاري أو يقول البخاري في جواب السؤال إن أفعالنا مخلوقة وتلفظنا بالقرآن من أفعالنا فهي مخلوقة. قال ابتدع البخاري بقوله هذا، حصل مدخل، وجد مدخل، ابتدع البخاري. هناك رواية عاد أشد، قال كفر البخاري بقوله هذا. طيب، اكتفى بهذا؟ لا، لما بلغ التلاميذ هذا التكفير انفضوا عن البخاري، لأنهم خائفون من حكم التكفير، هناك إرهاب فكري. ماذا فعل التلاميذ؟ بعضهم بقي وبعضهم ترك خوفا من التصنيف. لما سمع الذهلي أن باقي طلاب بيحضروا عند البخاري، قال من حضر مجلسه فهو مثله مبتدع. الطلاب اللي كانوا بيحضروا خافوا، تركوا الحضور، ما بقي إلا بعداد الأصابع اليد عند البخاري. عادوا، ماذا قال؟ الذي ما زال يحضر، بيكلم التلاميذ، الذي ما زال يحضر مجلس البخاري لا يحضر مجلسي، يقوم. قام الإمام مسلم، صاحب صحيح مسلم، هو كان من تلاميذ البخاري ومن تلاميذ الذهلي في آن واحد. طيب، هل اكتفى بذلك؟ لا، أرسل رسالة للأمير، أمير نيسابور، قال له جاءنا شخص أحل البدع في بلادنا، يجب أن يخرج من بلادنا. وأرسل اسمه كان خالد الخراساني أمير البلد رسالة للبخاري، أنه يعني كأنه يقول له العفو منك، شيخ البلد أمرنا أن نخرجك. وخرج البخاري ولم يودعه إلا طالب واحد من طلابه، خوفا من التصنيف، خوفا من التبديع، خوفا من الإرهاب الفكري. هذه حادثة حصلت وأمثالها تتكرر. المقصود كما قلنا أن نتعظ ونعتبر ونجتنب. هناك أيضا نماذج أخرى في التاريخ مظلمة لنجتنبها، مثلا الإمام الطبري في زمان، الإمام الطبري المفسر المؤرخ، كان بعض الحنابلة في زمانه قد تعصبوا ضده لأنه
ضعف حديث أن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة، وفسروا الحنابلة كانوا يفسروا المقام المحمود بهذا الأمر أنه يجلسوا على العرش، بينما جمهور أهل العلم يفسروا المقام المحمود بالشفاعة، شفاعة في القيامة. عموما الطبري هو أخذ برأي الجمهور ولم يأخذ برأي الحنابلة، لم يقل له الحنابلة في زمانه، بعض الحنابلة طبعا حتى لا نعمم، لم يقولوا له هذا رأيك ولا إشكال، وإن كان المسألة فيها عموما تحتاج إلى طول بحث أو كلام في الموضوع هذا، لكن الشاهد أنه لما خالفهم في الرأي سبوه وشتموه وبدعوه، ولم يكتفوا بذلك بل طردوه، بل وذهبوا إلى بيته وجعلوا يرجمون بيته بالأحجار حتى امتلأ باب البيت بالأحجار، ولم يستطع حتى أن يفتح باب البيت، وظل في بيته زمنا وصار مهجور من قبلهم. الإشكال أحيانا لما طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب يصير لهم اتصال بالحاكم والسلطان فيتسلطون على الآخرين بدعم السلطان، هذه مصيبة. جميل جدا ما أكرمتمونا من هذه الإضافات في بيان عدم الهجر والشدة وهذه النماذج، وبإذن الله إذا بقي النماذج نستكملها في الحلقة القادمة. شكرا لكم دكتورنا الحبيب نيابة عني وعن طاقم البرنامج الجمهور، نشكركم على ما جدتم علينا من هذه الإضافات والإضاءات، وبإذن الله على أمل اللقاء بكم، والجمهور ينتظركم بإذن الله في حلقات قادمة. أعزائي المشاهدين، بإذن الله نواصل برنامجنا في الحلقات القادمة عن الطريق إلى الألفة الإسلامية وبيان خاتمتها. نستودعكم الله ونرى على أمل اللقاء في لقاء آخر، وجزاكم الله عنا كل خير، ودمتم سالمين.